الجزائريين هذه الذكرى في ظل هذه الأوضاع الراهنة. إذن تاريخ الأمس وتحديات اليوم، سنتحدث أكثر عن هذا الحدث التاريخي في حق وفي تاريخ الجزائر المجيدة. ليشاركني أكيد الحديث أسعد باستضافة مراد عاتي، أستاذ حضارة ينضم إلي عبر خدمة السكايب. صباح الخير سيدي. صباح النور، شكرا لك وتحية لمشاهديكم الكرام. أهلا بك. بداية تحيي الجزائر كما قلت ذكرى الثورة المجيدة أول نوفمبر في ظل ربما ظروف استثنائية خاصة، في كل مرة نحاول أو نقوم بالتحضير لهذا اليوم المجيد أكيد، وفي ذكرى الثورة المجيدة دائما نحضر باحتفالات ومهرجانات خاصة بهذا اليوم. في ظل الأوضاع الراهنة ربما وجائحة كورونا فرضت علينا العديد من القواعد، وربما نتكلم بصفة عامة عن تاريخ الأمس وتحديات اليوم. شكرا لك على الاستضافة الطيبة، وبدوري أهنئكم وأهنئ الشعب الجزائري كافة بهذه المناسبة الطيبة والمباركة التي تعود علينا كل سنة. طبعا الثورة الجزائرية هي حدث هام جدا، هي واحدة من أعظم الثورات التي شهدها تاريخ الإنسان ربما. لذلك فأول ملاحظة أو نقطة نتكلم عنها هي بيان الثورة في حد ذاته، والذي تحدث عنه السيد رئيس مجلس الأمة مؤخرا وسماه بنداء. هو نوفمبر وليس فقط بيان، لأنه كان نداء للشعب الجزائري كافة ولمناضلي الحركة الوطنية آنذاك بشكل خاص في ظل الأزمة التي كانت تشهدها الحركة الوطنية. والبيان تميز بلغة قوية جدا، لغة قوية جدا بأهداف الثورة الداخلية منها والخارجية، وعلى رأسها تصفية الاستعمار الفرنسي الغاشم آنذاك، والذي حد من حرية الشعب الجزائري وخاصة الشباب الجزائري، في ظل أنه مفجر الثورة في مجملهم كانوا من الشباب الثائر على وضعية بائسة في ذلك الوقت، خاصة الأزمة التي كانت تعصف بها الحركة الوطنية، ووضع الاعتبارات الشخصية وما سماه المصالح الضيقة لأشخاص معينين وضعها جانبا، وقام بتفجير واحدة من أعظم ثورات القرن الماضي. نعم، حتى ربما دائما ما نستذكر هذه الذكرى من خلال كما قلت قبل قليل النشاطات الثقافية والمهرجانات دائما، ونستذكر بما ضحوا من أجله شهداؤنا الأبرار من أجل أن تحيا الجزائر دائما حرة ومستقلة، ونحن دائما في بناء جزائر جديدة. طبعا يجب كذلك التأكيد على السياق، وأن التاريخ كما يقول المختصون يعيد نفسه دائما. إذا تميزت المرحلة التي اندلعت فيها الثورة بسياق سياسي معين، فنحن تقريبا نجد نفسنا في نفس السياق السياسي، ألا وهو تحدي جديد لتطهير ربما الساحة السياسية والمضي قدما بجزائر جديدة. فيما يخص الجانب الثقافي، طبعا كنت أتابع جزء من برامج قناتكم المحترمة هذا الصباح، وذكرتنا ربما بأيقونات العمل الفني في الجزائر من مثل المرحومة وردة وغيرها، وكذلك أيقونات السينما. هناك أفلام كانت ولا تزال راسخة في وجدان الشعب الجزائري، وهي فرصة كذلك لأحيي المخرج القدير جعفر قاسم على فيلمه الجديد هيليوبوليس. وأنا أحدثكم من ولاية قلمة، وهي الولاية المجاهدة، ولاية 8 ماي 45، والمجازر التي حدثت آنذاك. فالوضع الثقافي طبعا ككل شعوب، هناك شعوب صنعت أمجادها من لا شيء، ربما أحداث بسيطة جدا صنعت منها التاريخ. في الجزائر عندنا المادة الأولية
لصناعة كل هذه الملاحم أو إعادة صناعة هذه الملاحم وإخراجها بأشكال متميزة في الجانب الثقافي، في السينما، في المسرح، في الموسيقى وفي كل أنواع الفنون. لذلك فرسالتي لكل المبدعين هي إعادة إحياء هذا التاريخ الثري، لأن المادة الأولية موجودة والشباب الجزائري مبدع وأثبت بأنه مبدع في أكثر من مرة. الجانب الثقافي مهم جدا لذلك، فنتمنى أن يكون ذلك. نعم، تكلمت عن نقطة الشباب دكتور، ربما نركز أكثر على هذه النقطة بما أن المجاهدين وشهداء الأبرار أكيد في الثورة المجيدة أكيد وفي عيد الثورة الآن نحيي هذه الذكرى بالمقارنة دائما بالشباب، حيث ركز رئيس الجمهورية أكيد والحكومة الحالية دائما في لإعادة بناء جزائر جديدة بأكيد قادة من الشباب والتركيز على الشباب أيضا. طبعا هذا مهم جدا، النقطة هذه مهمة جدا، لأنه في بداية المداخلة كنت قد أكدت أنه جل مفجر الثورة سواء بمجموعة 22 أو مجموعة 6 فيما بعد كانوا من بين الشباب، والشباب بكل بساطة هي طاقة متحركة وطاقة كامنة في معظم الوقت، لكن يجب تسييرها بحكمة، لأنه حتى الشباب الثورة مفجري الثورة آنذاك كانوا يبحثون عن شخصية ذات رمزية وذات تاريخية لقيادة الثورة، لأنهم شباب غير معروف آنذاك، ما يسمى اليوم بومدين بن بولعيد رحمه الله جميعا وغيرهم من الأبطال، كان شباب غير معروف، كان شباب يبحث عن القيادة الرمزية للثورة، وكان الشباب في نفس الوقت تمرس مع العمل السياسي والعمل العسكري أيام الثورة، يعني حتى الخبرة لازم كانت تنقص. ولذلك كما قلت في بداية المداخلة مرة أخرى أنه السياقات تتشابه والتاريخ يعيد نفسه، والشباب هو عنصر مهم جدا جدا لا يجب إغفاله، خاصة وتسيير الطاقة التي بداخل الشباب في الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح بدون جدال ولا نقاش هي موروثنا الثوري الذي يجب أن نفتخر به جميعا، لأنه قليلة هي البلدان التي تمتلك ما نمتلك على جميع الأصعدة، وخاصة تاريخنا الثوري الذي يبقى يعني شيء مشرف لنا جميعا. نعم، بالحديث عن المورود الثوري دكتور، ربما ما هي الوسائل والطرق والأساليب التي يجب أن نتبعها لترسيخ الثورة المجيدة عند الأجيال القادمة؟ والله شكرا للسؤال، لأنه سؤال مهم جدا، وهنا يحضرني ما قال الشهيد البطل العربي بن مهيدي عندما قال ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. فأنا من هنا ومن هذا المنبر الكريم على قناتكم أقول ألقوا بالتاريخ إلى الشعب ليتلقفه ويصنع به حاضره، لأنه ما حدث في الفترة الأخيرة خاصة بداية الحراك المبارك أنه فجأة الشباب الجزائري اكتشف بأنه عنده ثورة وعنده تاريخ مهم جدا، لكن الخطر كان أنه الشباب كان يلقن التاريخ الجزائري من مصادر ومراجع لا تتميز تماما بالانضباط والمنهجية العلمية الصارمة التي تفرق بين العمل الجدي والعمل اللي عنده أهداف إيديولوجية أخرى. لذلك هي دعوة للنخب، النخب الجامعية والنخب السياسية وخاصة النخب الجامعية للخروج من البروج من 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 أبراجها عفوا العاجية وتوجه نحو الشعب. آن الأوان أن يخرج التاريخ من الجامعة الجزائرية إلى الشباب، هذا الشباب المتعطش للتاريخ، لأنه الطبيعة تأبى الفراغ وهذا أمر طبيعي جدا، إذا غابت النخب الجزائرية فسيتم تعويضها بنخب أخرى لا ندري مراجعها ولا مناهجها ولا مناهلها ولا إيديولوجياتها. إذن فيجب خراج التاريخ من الجامعات الجزائرية، يجب التخلي عن النخبوية التي تميز بعض النخب الجامعية والتوجه نحو الشباب، يجب الاحتكاك بالشباب خاصة عبر العمل الجمعوي، لأنه الباب مفتوح واسعا من قبل السلطات للعمل الجمعوي خاصة في ظل هذه الظروف، لأنه
أثبت العمل الجمعوي نجاعته في ظل جائحة كوفيد 19 التي تشهدها الجزائر على غرار باقي دول العالم. فبالتالي العمل الجمعوي مهم جدا، يجب إخراج التاريخ من الجامعة الجزائرية، يجب تحرير التاريخ بطريقة منهجية علمية وإيصاله للشباب اليوم، لأن الشباب اليوم متعطش، الشباب اليوم يبحث، تمشي في الشارع والشباب يبحث عن الحقيقة، صحيح، يبحث بالضبط عن حقيقة التاريخ الجزائرية. ربما نقطة أخرى نتكلم عنها أو آخر نقطة، في ظل أكيد محاولة المستعمرة الفرنسية طمس الهوية الثقافية الجزائرية أنذاك، يعني في وقت الثورة المجيدة، لحد الآن لازالت فرنسا تسعى دائما لاستفزاز الشعب الجزائري من خلال أمور ومشاكل ونقاط عديدة، منها ربما استرجاع الجماجم أقول، وأيضا الأرشيف الجزائري في كل مرة. وحسب آخر معلومة لدينا، عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية لملف الذاكرة صرح أن الطرف الفرنسي يضع عراقيل أمام استرجاع الأرشيف الجزائري خوفا من انكشاف أكيد الجرائم التي ستشوه صور فرنسا عالميا وفي المحافل الدولية، منها قضية تحويل عظام جزائريين إلى مرسيليا لصناعة الصابون والسكر. طبعا هذا غيظ من فيض من المجازر التي مورست على هذا الشعب الأبي طيلة 132 سنة من الاستعمار. فيما يخص السياسة الفرنسية فيما يخص الأرشيف، طبعا سياسة المماطلة وسياسة اللعب على عدة أوتار وعلى عدة أزمات، وحتى سياسة تسويق الأزمات الداخلية ربما لفرنسا، يمكن ربط كل هذا مثلا بما يحدث اليوم كذلك، لأنه هناك فشل على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي يتم تغطيته بما يحدث الآن في الوقت الذي نتحدث على داخل المجتمع الفرنسي، وهي ربما أحداث عندها صدى دولي. بالعودة للأرشيف، طبعا الأرشيف هو ذاكرة الأمة، الأرشيف هو تاريخ الأمة، الأرشيف مهم جدا لكل شعب. نعم شكرا. الأرشيف مهم جدا. نعم شكرا سيدي، وصلت نعم الفكرة، صحيح الأرشيف مهم جدا لكل شعب. نعم شكرا جزيلا لك سيد مراد عاتي أستاذ حضرة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، الفترة الصباحية الإخبارية لازالت متواصلة، ولكن بعد هذا الفاصل.